هذه الأطباق كانت من يعملوها من قش القمح، فقش القمح مش موجود. أنا عملتها من أسلاك الكهرباء، يعني أسلاك الكهرباء لأنها موجودة، مش زي قش القمح يعني له موسم بس معين وينتهي. أثر كثير على حياتي يعني إيجابيا، تعرفت على ناس كثير، شغلي وصل لأكثر من منطقة، الأسواح دار علي دخل.